السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب في تقنية رقمية ثلاثة في وحدة مستندات ونماذج وتقارير الأعمال إثراءات الوحدة. في الدرس السابق تحدثنا في اختبر نفسك، كان درس اختبر نفسك وهو عبارة عن مراجعة كاملة للوحدات الثلاث. كان عبارة السؤال الأول والثالث والخامس 42 سؤال صح أم خطأ الجملة. والسؤال الثاني والرابع عبارة عن ثمان أسئلة اختيار من متعدد عبارة عن اختر الإجابة الصحيحة السؤال السادس ما الذي سيتم عرضه على شاشة ليد عند تشغيل البرنامج التالي اكتب الإجابة الصحيحة السؤال السابع هل يمكنك ملء شبكة المايكروبيت ليد بأزواج الإحداثيات وقلنا أن مجموع هذه الأسئلة قمنا بحل عشرين سؤال كعينة من هذه الأسئلة وتركنا الباقي لك عزيزي الطالب في الوحده الاولى كان لدينا مجموعه من اهداف التعلم بحيث اننا تعلمنا في هذه الوحده مفهوم مستند الاعمال، مبادئ مستند الاعمال، عناصر تصميم مستندات الاعمال، مفهوم نماذج الاعمال، خصائص تصميم نماذج الاعمال، كيفيه انشاء فاتوره بيع، نماذج استطلاعات رضا العملاء وكيفيه انشائها، مفهوم تقرير الاعمال، انواع نماذج الاعمال واستخداماتها وافضل ممارسات تصميم تقارير الاعمال، الطباعه وتخطيط الصفحه. مستندات الاعمال الورقيه اكدنا انه في عصرنا الحالي تناقص في استخدام المستندات الورقيه والمطبوعه وان الشركات والمؤسسات تعمل على انشاء بيئه عمل تعتمد بشكل اساسي على المستندات الرقميه. يتم انشاء تلك المستندات بتعديل او تعديلها ومعالجتها بواسطه برامج معينه ثم يتم توقيعها وحفظها ورساله عبر الانترنت بحيث يسهل الوصول اليها. اذا كنا في نقلة نوعية من المستندات الورقية إلى المستندات الرقمية تحدثنا عن أنواع أيضا مستندات الأعمال وقلنا أنها التنوع بحيث أن بعضها يتم إعداده من قبل الموظفين وأصحاب الأعمال أنفسهم بينما يتم صياغة البعض الآخر من قبل شركاء محترفين بحيث أن إذا كانت الشركة كل كانت الشركة أكبر كلما كان المتخصصين في إعداد هذه الورق من خارج الشركه بحيث تكون او تظهر بالشكل اللائق او الشكل المطلوب. اخذنا من انواع مستندات الاعمال رسائل البريد الالكتروني وخطابات الاعمال وتقارير الاعمال ومستندات المعاملات واخيرا المستندات الماليه. اكدنا عزيزي الطالب على ان هذه هي انواع مستندات الاعمال التي ستعمل عليها سواء في شركه، في منظمه، في وزاره، في مؤسسه، هذه هي المستندات. تكلمنا ايضا ان هنالك صيغه رسميه وصيغه غير رسميه في كتابه مستندات الاعمال بحيث ان الصيغه هذه تختلف بناء على الهدف من هذه المكاتبه او الهدف من هذا المستند، حيث انها قد تكتب بنمط رسمي او غير رسمي وفقا للجمهور والهدف من تلك المستندات، بحيث ان الصيغه الرسميه تتضمن استخدام الكلمات والتعبيرات اليومية الشائعة التعبيرات والكلمات اليومية الشائعة بحيث أن يكون الهدف هو التواصل والتفاعل مباشرة دون مقدمات دون ديباجة الديباجة المعتمدة في المكاتبات الرسمية بحيث أنها تطلب مثلا استجابة سريعة من الطرف الآخر ونؤكد على أن الصيغة الرسمية يجب أن لا تخلو من الاحترام يجب أن لا تخلو من الاحترام ويوجد بها ضوابط لهذه الصيغة أما الصيغة الرسمية فهي في بيئة الأعمال المحترفة يتميز أسلوب الكتابة بالصيغة الرسمية في التواصل الذي يركز على التعبير المهني مع التركيز على أدوار والبروتوكول والوضع المهني يتميز أسلوب الكتابة في الصيغة الرسمية بمفرداته وبناء الجملة نحويا ويتم استخدام المفردات فيه بدقة وتركيز مما يعزز الصيغة الرسمية للخطاب والمستند إذا يتميز أو تميز الصيغة الرسمية بالتأكيد على المفردات وبناء الجملة بناء نحويا سليما في الصيغة الرسمية إذا الصيغة الرسمية تحتاج دائما إلى مراجعة بحيث إذا أعدها الشخص يراجعها شخص آخر للتأكد من خلوها من الأخطاء سواء الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية عناصر الاسلوب الجيد في كتابة مستندات الاعمال يمكن تلخيص عناصر الاسلوب الجيد في كتابة مستندات الاعمال بكل بساطة في الامور التالية بحيث: اولى هذه العناصر كن موجزا، كن موجزا بمعنى استخدام العدد المناسب من الكلمات للتعبير عن فكرة معينة. كن موجزا لا تفصل بشكل يبعث الملل في نفس القارئ او يبعده عن الهدف المنشود. هذا المقصود بكن موجزا، ايضا كن واضحا، كن واضحا بمعنى استخدام الكلمات الدقيقة التي تؤدي إلى الهدف مباشرة، تجنب الغموض بمعنى تريد أن تكتب مثلا طلب للعميل أو إخبار للعميل تكتب له نود أن نعلمك عن جملة واضحة، جملة مباشرة بدلا من أن تكتب سيكون التزامنا المطلق أن نقدم لك المعلومات الأساسية لكذا وكذا تلاحظ أن هذه الجملة تؤدي إلى الغموض تؤدي إلى الارتباك للقارئ مع أنها بنفس المعنى السابق إذا استخدم الأولى ولا تستخدم الثانية هذا المقصود بكن واضحاً الثالثة لدينا كن انسانا بمعنى ان يجد القراء ما تكتبه مكتوب بطريقة سهلة ومألوفة ووفق احتياجاتهم وتجنب الالفاظ الدالة على الشخص مثل انا ونحن واستبدلها بصيغة الغائب. تنسيق مستندات الاعمال هنالك اساسيات لتنسيق مستندات الاعمال اولاها استخدام الخطوط الحديثة او الاعتيادية مثل تايمز نيو رومان والاريال للغه الانجليزيه والتايمز نيورومان والكاليبري للغه العربيه ايضا محاذاه النص الى اليمين في حال كان النص باللغه العربيه تضع المحاذاه نلاحظ هنا امامنا ان النص معمول له محاذاه بحيث لو وضعت خط مستقيم لوجدت لو لا يوجد سطر خارج هذا المستقيم بينما في اللغه الانجليزيه تكون المحاذاه الى جهه اليسار ايضا استخدام فقرات متباعده نلاحظ هذه فقره وهذه فقره اخرى فنلاحظ هنا ان هذا تباعد يسمى تباعد الفقرات استخدام لون مختلف وحجم خط اكبر للعناوين خط العنوان لدينا هنا اكبر من الخط الموجود في النص هذا العنوان الاساسي ايضا العنوان الفرعي نلاحظ لدينا هنا اساسيات التنسيق خط مختلف لون مختلف وحجم خط اصغر من العنوان الرئيسي بحيث ان القارئ مباشره مجرد ما تقع عينه على المستند يعرف العنوان الرئيسي او يرى العنوان الرئيسي ويرى العناوين الفرعيه بامكانه ان ياخذ نظره اوليه للمستند بناء على العناوين الموجوده فيه وذلك باختلاف حجم الخط واختلاف اللون الموجود. تعتمد كل شركه ومؤسسه تنسيق خاص بها سواء الوان او خطوط. ولون للخط يستخدم في شعارها ومستنداتها لان هذه الميزات تشير الى هويتها الخاصه، انها ميزه مهمه يجب اخذها في الاعتبار عند تنسيق مستند الاعمال. المعايير الموحده لكتابه وتنسيق مستندات الاعمال. لدينا في تقارير الاعمال مثلا تتطلب وجود ارقام الصفحات وصفحه للغلاف، نعرف ان تقارير الاعمال يوجد بها عدد كبير نسبيا من الصفحات، لذلك يجب أن يكون هنالك صفحة للغلاف وأن تكون الصفحات الداخلية مرقمة بحيث يسهل أو يسهل الوصول إليها عن طريق الفهرس. خطابة الأعمال يتم ضبط كامل النص إلى اليمين وبفراغ واحد بين الفقرات لأن خطابات الأعمال غالباً تأتي في صفحة أو صفحتين، فيجب أن تكون أو يكون كامل النص مضبوط إلى اليمين وبفراغ واحد بين الفقرات. السيرة الذاتية الاحترافية تتكون عادة من صفحة واحدة فقط وبحجم خط يصل الى 12 وبهامش لا يقل عن نصف بوصة من جميع الاتجاهات، اذا في السيرة الذاتية وما يسمى بالسي في نلاحظ انه يجب ان يكون هنالك هوامش يمين ويسار واعلى واسفل لا يقل عن نصف بوصة بالاضافة الى ان حجم الخط 12 نقطة. رسالة البريد الإلكتروني الرسمية كن حذرا من الروابط المعطلة والمرفقات المفقودة والمعلومات غير الصحيحة في رسالتك إذا عندما ترسل رسالة بريد إلكتروني رسمية يجب أن تتأكد من مجموعة من الأمور ليست كرسالة البريد الاعتيادية التي ترسلها لصديقك ويرد عليك أن هذا الرابط لا يعمل أو أنه لم, ت... لم يجد الملفات المرفقة فمثلا تكتب يوجد ملفات مرفقة أو في الملف المرفق ولا يوجد ملف مرفق، لذلك نؤكد في الخطابات الرسمية لا تعاد البريد أو لا يعاد البريد الالكتروني، لذا قبل إرساله تأكد من سلامته، سلامته من حيث ماذا؟ من حيث وجود المرفقات بداخله، تأكد من إرفاق المرفقات بطريقة الصحيحة وإكمال إرفاقها. ايضا تاكد من الروابط، اذا كان هنالك روابط قم بنسخها الى برنامج محرر نصوص وقم بالضغط عليها للتاكد بانها تعمل هذه الروابط، ايضا المعلومات غير الصحيحه في رسالتك، تاكد من معلوماتك في الرساله بمعنى مثلا لا تضع مثلا رقم الاتصال فيك انت وانت وضعت مثلا رقم اخر مثلا لمدير شؤون الموظفين او لموظف اخر بياناتك بيانات التواصل يجب ان تكون المعلومات كلها صحيحه في هذا البريد الالكتروني. المبادئ الاساسيه في تصميم مستندات الاعمال هنالك اربع مبادئ اساسيه اولاها التقارب بمعنى تجميع العناصر ذات العلاقه مع بعضها البعض، عندما نصمم مستند اعمال ان تكون العناصر ذات العلاقه مع بعضها البعض، فمثلا لا تضع مخطط في صفحه في هذا التقرير ثم في الصفحة الثانية تكتب شكل اثنين او مخطط رقم كذا الحاقي له يجب ان تكتب او تكتب تعليمات الصورة او تعليمات المخطط اسفل منه هذا ما نسميه تقارب العناصر ذات العلاقة مع بعضها البعض ايضا المحاذاة تشير كلمة المحاذاة الى الوضع الصحيح للعناصر في المستند وبشكل اكثر تحديدا لترتيب العناصر في خط مستقيم ننظر الان الى العبارة الموجودة لتعريف معنى المحاذاة لو وضعنا عليها اطار بهذا الشكل لوجدناها لو في مستطيل متكامل. لوجدناها لو في مستطيل متكامل وهذا ما نسميها المحاذاه، احذر ان لا تكون الاسطر لديك متفاوته يمين ويسار بهذا الشكل، يجب ان تكون مرتبه وموضوعه بشكل محاذاه. ايضا التكرار ريبيتيشن تكرار بعض العناصر المرئيه المختاره للتصميم في جميع انحاء المستند. احيانا يتطلب التكرار لترسيخ معلومه او لترسيخ الهويه. نلاحظ لدينا هنا في جميع الشرائح، هنا لدينا شعار وزارة التعليم وهذا ما نسميها التكرار لترسيخ الهوية البصرية للشركة أو المنظمة أو الوزارة التي نعمل بها. النقطة الرابعة لدينا التباين، استخدام الألوان بحذر والحرص على التوازن في تباين العناصر، بمعنى ألا نضع مثلا هذه الأربع عناصر خطها واحد، تلاحظ أن حجم الخط واحد، فهنالك في توازن ايضا التباين في الالوان ما معنى التباين في الالوان الخلفيه بيضاء اكتب باللون الاسود حتى يكون هنالك سهوله للقارئ لا ينبغي ان تكون مثلا الخلفيه بيضاء واكتب مثلا باللون الاصفر او الخلفيه السوداء واكتب باللون الازرق الغامق مثلا اذا كان هنالك تقارب بالالوان توجد تعب او يكون هنالك تعب للقارئ واجهاد في قراءه هذا المستند او هذا التقرير هيكلة البريد الإلكتروني الرسمي هنالك هيكلة ثابتة لكتابة البريد الإلكتروني الرسمي بحيث يتكون من ثلاث أجزاء أساسية الجزء الأول هو الاسم يتم فيه إضافة التحية بحيث تكون مختصرة ومخاطبة المستلمين بأسمائهم هذه تكون في البداية بعد ذلك يأتي الاساس للبريد الالكتروني او النص المطلوب، النص الاساسي، الفكره الاساسيه بعبارات موجزه ومرتكزه على اهتمامات المستلمين، ونؤكد اذا كان هنالك حاجه للرد من المستلم يجب ان توضح ذلك صراحه، ذكرنا في النقاط السابقه كن واضحا فيجب ان توضح ان هذا يحتاج الى رد، فنلاحظ هنا مثلا في حال وجود ما يمنع حضوركم يرجى ابلاغنا رسميا بذلك قبل ثلاثه ايام من موعد الاجتماع اذا اذا كان البريد يحتاج الى رد لا تقول انه واضح اني ارسلت بريد وانتظر منه الرد يجب ان توضح طلب الرد صراحه وصيغته وزمنه نلاحظ هنا قبل ثلاثه ايام تم تحديده جمله واضحه جمله مباشره في تحديده في النقطه الثالثه لدينا والاخيره الجزء الاخير من هيكله البريد الرسمي تختتم الرساله بعباره ودوده تعبر عن شكر واحترام مثل شكرا او ما تحياتي متبوعه باسم ومعلومات المرسل يجب ان توضح اسمك وصفتك في الشركه او في المؤسسه او في الوزاره يجب ان توضح الصفه صفه مرسل هذا البريد الالكتروني <applause> عناصر تصميم المستند المستند المصمم بدقه يوفر القارئ شعور بالثقه عند قراءته ويعد انشاء مستند جيد تصميم امر سهل في برامج معالجه النصوص ومن خلال اتباع مبادئ معينه والاستفاده من عناصر تصميم المستند باستخدام برامج تصميم مثل سكريبوس يمكن التعامل مع عناصر التصميم المستند مثل ماذا ما هي عناصر التصميم المطلوبه التي نستطيع التعامل معها عن طريق البرنامج اولاها طباعه النصوص طباعة النصوص نستطيع أن نختار أنواع النصوص وأنواع الخطوط المستخدمة أيضا نؤكد على المساحات الفارغة يجب ان يحتوي المستند على مساحات الفارغة، لا تقوم بملء كامل المستند بالكتابة والصور لان هذا مجهد للقارئ، يجب ان يكون، نلاحظ هنا، هنا في فراغ، نلاحظ هنا في فراغ بهذا الشكل، هنا فراغ، يجب ان تعطي القارئ اريحية ومساحات فارغة اثناء التصميم، ايضا الالوان، الالوان يجب ان تدل على الهوية البصرية بمعنى نلاحظ لدينا هنا شعار وزاره التعليم باللون الاخضر واللون الرمادي ايضا منصه مدرستي تابعه لوزاره التعليم نلاحظ انها بنفس الهويه لم تخرج عن الهويه البصريه الوزاره باللون الاخضر وباللون الرمادي العناصر المرئيه المقصود فيها المخططات والاشكال التي نستخدمها في توضيح البيانات او تبسيط البيانات ايضا القوائم و الجداول من عناصر تصميم المستند ومهمة جدا بحيث أنها تلخص البيانات بدلا من أن تكتب قطعة كاملة في صفحتين أو ثلاث صفحات جدول واحد يفي بالغلط في هذه البيانات إذا نؤكد على الجداول والعناصر المرئية في حال الرغبة في تفصيل البيانات تفصيلا نستخدم الجداول في حال الرغبة في إيضاح الصورة العامة للبيانات نستخدم العناصر المرئية إذا مفهوم نموذج الأعمال هو مستند منظم بترتيب محدد يستخدم لجمع المعلومات بطريقة منطقية وذات مغزى مثل طلب الشراء طلب الخدمة وهذه أمور أنت تتعامل معك معها في حياتك اليومية عزيزي الطالب أيضا استبانة رضا العملاء والإقرار الضريبي وهنالك أنواع أخرى من النماذج نقوم بملها دون الإدراك أنها نماذج لأنها قد لا تبدو على شكل نموذج تقليدي مثل الشيك البنكي واتفاقية استخدام البرنامج، الموافقة على الشروط عندما تقوم بالدخول على موقع او تحميل تطبيق، وقبول ملفات تعريف الارتباط او ما نسميها بالكوكيز الموجودة في المواقع. النماذج كأدوات لجمع البيانات، الهدف من النموذج هو جمع المعلومات التي تحتاجها الشركة او المنظمة يتم جمع المعلومات من خلال أدوات تحليل العمليات وجمع البيانات، لذلك في هذا السياق يمكن اعتبار النماذج أداة لجمع البيانات. إذا النماذج تعتبر أهم أداة الآن لجمع البيانات. أهم أداة لجمع البيانات، قد تكون أدوات جمع البيانات عبر الويب أو مطبوعة. تكون عبارة عن فورمز نموذج عبر الويب أو تكون مطبوعة على شكل ورق. على شكل ورقي تحتوي على اسئله يقدم المستجيبون اجابات عليها يتم تصميمها وعرضها ونقلها وتخزينها لتجميع المعلومات التجاريه محدده وتوصيلها وتسجيلها تضمن النماذج المصممه جيدا سلامه البيانات من اول مرحله عند التقاط البيانات اذا نؤكد على سلامه التصميم واكدنا في الدروس العمليه في هذه الوحده على التصميم وسلامه التصميم بناء على المبادئ والنظام اللي مشينا عليه في الخطوات السابقه في نماذج الويب، أمثلة على للاستخدام بشكل خاص على شبكة الويب، لسهولة إنشائها باستخدام لغة HTML، والتي تتيح إنشاء النماذج والحقول الخاص بها كحقول وخانة الاختبار، الاختيار عفوا. قلنا من أشهر النماذج الموجودة في الويب، عندما تقوم بفتح بريد إلكتروني مباشرة، يطلب منك تسجيل هذا العنوان البريد الإلكتروني، ثم ترسل هذه البيانات إلى الخادم للتحقق من هذا توفر هذا العنوان. بعد ذلك يعد أو ينشئ لك الخادم نموذج آخر في بياناتك في حال تحقق أو أن هذا العنوان غير محجوز ويمكنك استخدامه يبدأ بأخذ معلوماتك مثل اسمك رقم الهاتف بريد بديل وهكذا ويعيد لك عزيزي الطالب النماذج المطبوعة والنماذج عبر الويب النماذج الفرق نعمل مقارنة بين النماذج المطبوعة الورقيه والنماذج الرقميه اللي عبر الويب المطبوعه لا تشترط المزامن ومن السهل اخذها واكمالها في وقت لاحق بامكانك انك تسلمها للعميل ويقوم بما لها بعد يوم يومين ثلاثه ومتى ما انتهى يعيدها لك بالرغم من قبول التوقيعات الرقميه الا ان هناك عقود ومراسلات رسميه اخرى يتطلب توقيع خط اليد العقود الكبيره تتطلب احيانا توقيع اليد فلذلك يتم سحبها ولو كانت رقمية يتم سحب نسخة ورقية منها لتوقيع هذه العقود. يمكن اكمالها وقراءتها من اي مكان دون اتصال بالانترنت، اذا المطبوعة لا تتطلب اتصال بالانترنت. في المقابل لدينا نماذج عبر الويب، يمكن تخزينها بصورة فورية في قاعدة بيانات وهذه ميزة. أنه مباشرة المستجيب عندما يقوم بملء بياناته تخزن مباشرة في قاعدة بيانات يمكن إرسال إشعارات الاستلام بالبريد الإلكتروني أيضا عندما يقوم المستجيب بملء الاستجابة يأتيك إشعار في البريد الإلكتروني أنه تم تسليم هذا النموذج يمكن ماذا الويب التحقق من تلقاء نفسها من عدم ترك الحقول فارغة وهذه نقطة مهمة نقطة مهمة في المرأة المطبوعة قد في إحدى الصفحات يتجاوز المستجيب سؤال نسيانا أو سهوا في تم ملء هذا لكن في النماذج عبر الويب إذا وضعت حقل مطلوب لهذا الحقل مباشرة لا يستطيع أن يتجاوز أو يقوم بإرساله المستجيب إلا بعد ملء هذا الحقل أيضا نوع البيانات إذا كان هذا الحقل لا يستجيب إلا لأرقام مثل رقم الهاتف لا يستطيع أن يقوم بتسجيل اسمه نعرف أن المطبوعة بالخطأ قد يعتقد أنه المطلوب تسجيل الاسم فيقوم بتسجيل الاسم في مكان رقم الهاتف مثلا أو تاريخ الميلاد فهذه الأمور تعالجها أو تتعامل معها النماذج عبر الويب يتوفر أحيانا يتوفر النموذج بأكثر من تنسيق فممكن يكون نسخة ورقية ونسخة إلكترونية لكن نؤكد على نقطة أن في حال النموذج هذا في نسختين ورقية ومطبوعة عفوا ورقيه ورقميه اللي هي عبر الويب ان تكون النسختين متطابقتين تماما، لماذا؟ لانك ستدمجهم في قاعده بيانات واحده وفي حال اختلاف العناصر لن يتم الاستفاده من هذا النموذج. ايضا اخذنا تطبيق على نموذج الاعمال سكريبوس بامكانك انك تعود عزيزي الطالب هذا هو التطبيق عمليه ادراج نموذج الاعمال تحدثنا عن ادراج الشكل فيه واخذنا الشكل الافتراضي واخذنا المستطيل وقمنا بوضع اسم الشركه ثم ادرجنا الجدول بامكانك عزيزي الطالب العوده الى هذا الدرس ومتابعه هذا التطبيق العملي. انواع تقارير الاعمال لدينا التقارير الاعلاميه وهي تقارير حياديه توفر معلومات تقارير توفر معلومات حياديه عن الشركه مثل عدد الموظفين تاريخ التاسيس، هذه تسمى دائما تقارير اعلاميه. هنالك ايضا النوع الثاني تقارير بحثيه وهي النوع الاكثر شمولا لتقارير الاعمال، يتم اعدادها عندما تفكر الشركه بتحقيق هدف جديد، يقوم فريق من الخبراء والباحثين بتحليل الهدف ودراسه جميع البيانات والحقائق ذات العلاقه وعرضها بصوره نهائيه في تقرير بحثي، كما تقدم خاتمه التقرير البحثي بعض الاقتراحات التنفيذيه. اذا التقارير البحثيه تعطي اقتراحات تعطي اقتراحات تدرس مثلا نقطة أو هدف أو الوضع الحالي وتقوم بتقديم اقتراحات التحليلية هذه تهدف إلى اتخاذ قرار مهم عندما يرغب المدراء في الشركة المدراء في الشركة لاتخاذ قرار قبل اتخاذ القرار يطلبون تقارير تحليلية، التقارير التحليلية هذه مثلا يتم تحديد مثلا هل هذا المسار في هذه الشركة مناسب؟ هل فتح فرع للشركة مناسب؟ هل الاندماج مع شركة أخرى مناسب؟ الوضع المالي الأمور كل الأمور المتعلقة في الشركة تقوم يقوم بتحليلها لكي تكون الصورة أوضح، الصورة سابقا تكون ضبابية بالنسبة للمدير مع التقرير التحليلي تتضح هذه الصورة. تقارير التقدم هذه تستخدم لتقرير الوضع الحالي هذه تقارير بسيطة تقارير التقدم تكون غالبا لقسم لإدارة أسبوعية مدتها تكون قصيرة جدا فتستخدم هذه تقارير التقدم لهذه النقطة لدينا هذه الأربع تقارير تحدثنا عنها عزيزي الطالب إعلامية بحثية تحليلية تقدم ووضعنا اختصار لكل تقرير فلدينا هنا عندما تهدف الشركه اتخاذ قرار مهم بحيث يشرح وضع الشركه ويقدم معلومات وتفسيرات واستنتاجات ذات العلاقه، التقارير الاعلاميه ام تستخدم لتوضيح الوضع الحالي لمهمه او لقسم معين، ام معلومات عن عدد الموظفين وادوارهم في الشركه، ام يتم اعدادها عندما تفكر الشركه بتحقيق هدف جديد. عزيزي الطالب التقارير الاعلاميه ماذا قلنا عنها؟ اكدنا احسنت على ان التقارير الاعلاميه هي تقدم معلومات عن الموظفين وأدوارهم في الشركة إذا معلومات حيادية التقارير دائما ضع في بالك التقارير الإعلامية هي معلومات حيادية معلومات ثابتة معلومة للجميع لا يمكن التغيير في هذه البيانات التقارير البحثية أي الخيارات الثلاثة هل هو عندما نفكر في تحقيق هدف جديد أم وضع حالي لمهمة أو قسم معين أو اتخاذ قرار بحثيه، البحثيه دائما هي احسنت هدف جديد بتحقيق هدف جديد، التحليليه قلنا عندما يكون المدير لديه رؤيه ضبابيه ويريد ان تتضح له الصوره هل هو لتوضيح الوضع الحالي لمهمه او قسم معين ام لاتخاذ قرار مهم؟ المدير مرتبط مع القرارات المهمة أحسنت إذا عندما تهدف الشركة اتخاذ قرار مهم بحيث يشرح وضع الشركة ويقدم معلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة يتبقى لدينا آخر نقطة هي تقارير التقدم وقلنا أنها لتوضيح الوضع الحالي سواء لقسم صغير أو إدارة أو مهمة واحدة أو فترة زمنية بسيطة مثلا أسبوع تقدم القسم في هذا الأسبوع إذا التقارير التقدم هي تقارير بسيطة جدا مكونات تقارير الأعمال قلنا أن تقرير الأعمال يحتوي مجموعة من المكونات أو أولى هذه المكونات هو العنوان لاطلاع القراء على المغزى ثم بعد ذلك الملخص لتقديم لمحة موجزة عن التقرير ولا يشترط تقديم معلومات مفصلة الملخص لا يقدم معلومات مفصلة من أراد المعلومات المفصلة يدخل داخل التقرير أو يقرأ في داخل التقرير الملخص يعطي نظرة أولية دائماً النص الاساسي يتكون من مقدمه ونص رئيس وخاتمه ويصف المشكلات والبيانات التي تم الحصول عليها ويناقش النتائج الهامه. الملحقات هي اختياريه. في التقرير الملحقات اختياريه اذا كان التقرير يحوي مثلا على صور اضافيه على مخططات بحوث لم يتم الاقتباس منها مباشره هنا نضعها في الملحقات. المراجع قائمه بالكتب ومصادر المعلومات ونؤكد على هذه النقطه في التقارير يجب كتابه المراجع وذلك لزياده مصداقيه التقرير. قائمه المحتويات تساعد القارئ في العثور على المعلومات محدده في التقرير بسرعه بحيث اذا كان التقرير مثلا نفترض تقرير سنوي 200 صفحه بامكانه الشخص عن طريق قائمه المحتويات ان يصل الى النقطه التي يريدها مباشره لا حاجه الى ان يقرا التقرير كامل. فيستطيع عن طريق قائمة المحتويات الوصول مباشرة كفهرس أو دليل للوصول مباشرة إلى الهدف المراد. هنالك مكونات إضافية للتقارير مثل قائمة المصطلحات، بمعنى إذا كان التقرير مثلا تقرير علمي يحتوي على مصطلحات علمية دقيقة، يجب أن توضح قائمة المصطلحات هذه للشخص الذي لا ينتمي لهذا التخصص. أراد يريد المعلومات ويريد أن يقرأ هذه المعلومات لكنه لا يفهم هذه المصطلحات فقائمة المصطلحات هذه تساعده في فهم هذه المصطلحات العلمية الموجودة. إذا نؤكد عزيزي الطالب أنك عندما تكتب تقرير لا تتخيل أن كل من يقرأ التقرير بمستواك العلمي ومستواك الثقافي. ضع قائمة للمصطلحات لكي تناسب جميع المستويات. أيضا الجداول، عندما يكون هنالك جداول كبيرة جدا فلا حاجه الى ان تزحم التقرير بها، بامكانك ان تقول تضع جدول المهم الرئيسي والجداول الفرعيه اربعه او خمسه اضافيه تقول بامكانك الرجوع الى الملاحق في اخر التقرير، فمن اراد الاستزاده يذهب الى قائمه الجداول. ايضا المخططات والرسوم التوضيحيه بنفس طريقه الجداول، عندما يكون هنالك مخططات رسوم توضيحيه كثيره جدا تدرج المهم منها في التقرير والباقي تضعه في اخر التقرير. اذا في هذا الدرس تحدثنا عن نظره موجزه عن الوحده الاولى في مبادئ مستندات الاعمال وعناصر التصميم، مفهوم نماذج الاعمال، خصائص تصميم نماذج الاعمال، كيفيه انشاء فاتوره بيع ومفهوم تقرير الاعمال وافضل ممارسات تصميم تقارير الاعمال، الطباعه وتخطيط الصفحه. شكرا لكم على حسن المتابعه نلتقيكم في الدرس القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.